بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف لعبة بيس، صار لها 4 سنوات نكمل مباراه نكمل مباراه. طبعا انا قفلت اللعبه ورجعت بعد ساعة تقريبا. هذه حلاوتها صراحة، تخليك تكمل المباراة. يلا يلا يا عابد، يلا يا عابد، يلا يا عابد. فنانين 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 فنان يا كوتينيو، فنان يا فنان، والله فنان. كيف الهجمة كلها باللعب بالوسط، كلها لعب بالنص، نص الملعب، لعب بالعمق تماما. خطة هجومية، كيف الضغط. يلا هنا جراني، يلا عابد، بدوي، هذا قلب الهجوم. عابد مع بدوي من توات، رائع 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 رائع، حلو حلو، الله يبدع، ابداع 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 ابداع، فن. شوفنا البدوي، البدوي الثاني. اوه 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 اوه، يا والله رهيب رهيب رهيب، هدف رهيب، هدف عالمي عالمي عالمي. 2 بدوي، البدوي يا اخوان، شوف كيف شوف كيف شوف كيف، يا سلام يا سلام يا سلام. ثلاث دقائق بس تخلص المباراة. هذا رهيب، هذا لو وصلنا، هذا 6-0 6-0، يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة. مباراة ممتعة، وتأهلنا تأهلنا تأهلنا. حلو، أنا بطل الدوري. هذا أفضل مهاجم، أفضل سامي لوفيت. دخلت الآن، عندي 3 انتصارات ولا هزيمة الحمد لله. يلا يلا نشوف. عندي مركز تدريب جديد، الآن نقدر حلو حلو حلو، جرعات تدريب أكثر. حلو، عندي مدرب جديد، أقدر أجيب مدرب أفضل. صالح الجمعان تطور، هذا تطور. يعني ذول الاثنين تطوروا. حلو، يلا نيكست. زادوا الجماهير، 505 زادت الفلوس الحمد لله، محق الفلوس. عندنا الآن، حلو حلو، ترتيب الأول، الميزانية،
صرفت 12 مليون والدخل 48 مليون، الصافي الربح 35 مليون. حلو، متوقع اني اصرف 21 مليون الموسم القادم، يعني زيادة 7 ملايين. فشي رائع اني ينزل الموسم واكون بالنهاية رابح، فشي ممتاز. سبيشال كوتش. طيب روبوتكس، يس انجوينج لايت ريفيو. بعدين بعدين يا شباب. جيم سنتر. نشوف شو السالفة ذي. نشوف ايش في بالسوق من لاعبين، هذولا غير معروفين، ذولا ما ادري ايش فيهم. طيب عادي عادي. جاء شاشة البداية. طيب كذا أفضل، كذا أفضل الآن. نشوف طيب نحط مركز جديد، مركز المبتدئين، أصرف عليه مجانا مجانا حاليا. حلو، هذا بيجيب لي لاعبين اكثر. ديستريبيوشن هاب منط. طيب ما ادري ايش فايدته، لكن يقول لي جمع فيه. يلا الحين جالسين اليوم فيه خلص. ما ادري ايش هذا، مركز توزيع للمدينة. طيب اللي هو بيلد فاسيلتي، ما ادري ايش. خلاص ما اقدر اسوي شيء جديد، توكل نروح شيء، نروح هنا. ايوه عندي هذه خانة. لازم اجيب مدرب ثاني على اساس ما عندي ذهب. هذه المشكلة، اللعبة الآن جالس تطلب أساس أدفع أظن. ف يلا ما مشكلة،
هذه ميزة لكل لاعب تقدر تطورها. شفتوا هذا عندي سانشيز، عندي الآن أليكسيس سانشيز. طيب ما أدري إيش هذه والله صراحة، ما أدري ما ودي أخرب لخبط الدنيا. خلاص مو مشكلة. هذا فريق الشباب، لازم نهتم بالشباب، ما في أحد. أي صح، ما أدري وش فيه. طيب هنا يقولون شوب إذا تبي 10 دولار واحد، يعني أصلا بتخلص بسرعة، يعني بتخلص بسرعة ترى، هذه مشكلته. هاي الإنجازات، ترقيت للدوري الدرجة الأولى، فممتاز. أيوة سو أكاديمية شباب ووكالة وكالة اكتشاف لاعبين، فبدري علينا. طيب يلا نبدأ الموسم الجديد. مش هذا؟ واو، طيب ما أدري الصراحة إيش سالفتهم، لكن أسوي رابطة. يلا الحين التحدي الحقيقي الآن. طيب كلام واجد. يلا نلعب ضد لاعبين ثانيين، يلا ندخل هذا الدوري. يس اوكي، ريستارت، ريكونكت، وانا اقول بسم الله. نجيب نختار الراعي، هذا الراعي افضل، هذا افضل واحد يدفع. $12 مليون، هذا افضل راعي، هذا افضل راعي. شوف كيف الآن، واو ما شاء الله، الآن دفعت رواتب الموسم. طيب حلو، متى تبدأ المباراة؟ الله أعلم. طيب باز وولد تور، الجولة العالمية. طيب الآن شوفوا مين معاي. صح نسيت أقول لكم في لاعب، قريتوا الاسم؟ ليونيل ميسي معاي بالفريق. كيف هذا الآن لما نضغط؟ أيوة هذه الصور. اها مين هذا؟ مشجعين البلوغرانا تعرفونه اكيد، الليو معاي بالفريق. اشتريته طيب صح، لكن فصل التسجيل، بحطه بدال هذا بعدين. صراحة مع البدوي كان مرة ممتاز. ميسي يسار، لازم يكون هنا هذا الآن، لكن نريح بدوي أيضا، لكن مو مرة، نخليه قريب بالاحتياط. بدل الشلهوب دائما تعبان، ما أدري إذا أقدر أبيع الشلهوب.
إذا أقدر أبيع الشلهوب، والله ما أدري، دائما محبط، ما أدري ليش. ميسي يحتاج تضبيط الآن، المعنويات، كل الفريق الآن ظاهر عشان يحب، ما أدري، حمست ميسي صار كل الفريق متحمس، والله ما أدري. يلا how to play مباراة عادية، يلا جوائز بهذه الجولة العالمية، يلا تحمسونا، تحمست الآن، العب بهذه الجولة، تأكد من التسجيل. طيب ما عندي فالورز، ما أدري، ما في إلا هذا الزر. طيب ادفع، عندي 33 مليون. لا 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 لا، طيب ليش؟ خلاص خلصت قروشي على الفاضي. الجولة العالمية تبدأ بعد 3 ساعات، أنا ضيعت قروش على الفاضي صراحة. الحين بس كذا بقعد لمين تبدأ الجولة العالمية، ما عندي شيء أسويه، بس كذا. هذه بيانات النادي، أتوقع أقدر أغير الاسم، ما أدري، هذه الإيرادات حقت أول موسم، ما شاء الله فيه الأخضر كله ربح. الحقيقة ما أدري كيف أغير اسم الفريق إذا كنت أبغى، لهم قالوا لي بداية اللعبة قالوا لي تقدر. خلاص أتوقع خلاص كذا انتهيت حاليا. هذا الآن لا يوجد عقود المدربين، شوف اللاعبين، مشكلة. لازم يجيني هذا، المشكلة اني صرفتهم على اساس اجيب سانشيز واجيب ميسي، فيستاهل، صرفت الذهب والحمد لله على كل حال. يعني خلاص ما اقدر اسوي شيء لمين بعد 3 ساعات الظاهر. العب هذا الدوري بعد 3 ساعات، تنهي السيزون. ايوه يلا بدينا الموسم هنا، حلو يلا. طيب قلت تروح الموسم بدون ما توقع مع اي لاعب، طيب انا عارف ما عندي فلوس ايش اسوي. طيب فيو كلب داتا كرييت يوث اكاديمي، ما سويت ما عندي يوث تيم، ما عندي فريق شباب. طيب نسوي يوث اكاديمي، ايوه هنا نبدا. يلا يلا نسويها خلال نص ساعه، يلا 800,000 تستاهل، فدا لشباب البلد والناشئه. خلاص ما راح ادفع أساس تخلص الآن، لا بعد 30 دقيقة، عادي بعد 30 دقيقة. طيب نشوف يقول تقدر تطور لاعبينك انك تحطهم إعارة. طيب اختار اللاعبين اللي تبغاهم يروحون إعارة، وين؟ لا والله هذولا أساسيين، هذولا انتم تنكبوني انتم.
خلاص كمل الموسم، خلاص ما بي إعارة، ما بي إعارات. طيب ما بي هذول أساسيين، هذول أساسيين معقولة؟ ما في غيرهم، ما أقدر. هذا طيب، هذا قوي اللي والله صراحة صعبة. هذولا يحج، ما في عندكم غير هذولا؟ والله صعب صعب صعب، قولوا غير الكلام. نبدأ الموسم بس توهقونا، يلا عطونا الموسم. أو سورت وايت بيج. طيب شفتوا ما في غير هذولا، ما في غير هذولا، عطونا الموسم بس، عطونا الموسم. ما أنا مودي أحد عارة، خلاص إذا ما عندكم إلا ذولا والله. طيب وين الموسم؟ سيزن ستار سكاوت. طيب هذول كشافين النجوم طبعا هذول. ما أقدر أجيب أنا حاليا أي لاعب. جبت ميسي، جبت سانشيز. وين الموسم بس؟ أيوة يلا بديت. بسم الله، يلا بسم الله. ميسي وكوتينو مع بعض، يا حلاوة. بسم الله نبدأ. بسم الله يلا انطلق يا الجفالي. ابراهيم يلا، مورينو، يا سلام يا سلام، بدايات رائعة، بداية ممتازة، شيء خيال شيء خيال. التمرير هذا شيء. كوتينو ما هو راس حربة، هذه المشكلة حاليا. والله الصراحة ما كنت عارف ان هذه المشكلة. فكر 4-3-3 ممكن هي الحل. نسيت ان كوتينو ما هو راس حربة، طريقة اللعب حقتي. لا 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 لا، وسامة وساوي تكفى. كوتينو يلا حلو يا مدري ايش اسمك انت، محمد ابراهيم ما اعرفك. عابد، ميسي يلا. النجراني هذا مرهق من الموسم الماضي. وصالح والله ما شاء الله تمريرات تيكي تاكا رائعة. يا سلام يا ميسي، يا سلام يا ميسي والله. يلا يا بدوي، يلا يا بدوي، يا فنان يا فنان يا فنان. أول هدف بالموسم الجديد، يا أبطال يا كفو أنتم. نشوف نزود الشغلة الهجومية هذه. يلا 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 يا بدوي، يلا يا بدوي، يلا يا عابد. كوتينو بدوي ويا كوتينو، يلا يلا جنح. الكرة كانت بعيدة شوي، لو انها على الاطراف كان يا سلام. وهذه حلاوة اللعبة صراحة، تحس انك انت اللي تلعب، صحيح انه ما انا اللي اتحرك لكن انا اللي ضبطت الخطة، وتقريبا يعني انا اللي ضبطت اسلوب اللعب. ميسي يعني اعطيهم التوجيهات العامة وهم يتحركون بالملعب. الدفاع شوي، اسامة هوساوي يبدو لي مرهق. نحتاج نشتري دفاع، بس مشكلة ما فيش فلوس والله. الله يعين هذول، الفريق الثاني بدوا يضغطون، لازم نتراجع شوي، لازم نتراجع. خلاص
هذه حلاوة اللعبة. شوف كيف الأسهم هذه، السحبة هذه، كل سهولة كأنك يا العابد يا كوتين، يلا هدفك. لا حرام 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 حرام، ضيع فرصة ما تتفوت صراحة، حرام حرام حرام، والله حرام والله حرام. شيء يا الله، بس يلا محمد إبراهيم النجراني هذا خلاص شكله انتهى، شكله انتهى. ميسي نوعا ما يبدو لي النجراني يحتاج تبديل، النجراني هذا يحتاج تبديل. الآن تدخل توجيهات مدرب الخبير، لا مبين أن النجراني جيد، النجراني جيد. كوتينو يعني ممكن هذا كذا، ممكن كذا نقرب الخطوط شوي، نقرب الخطوط أفضل، نخلي ميسي قدام. الحين نشوف، الحين نشوف، متأكد بنشوف فن. خلي ميسي الكابتن، أيوة أتوقع أني عطيته كابتن، والله ما أدري كابتن هذا خلاص يا يعني مشكلة الدفاع كابتن. يلا يلا بسم الله، يلا 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 خلص المباراة بسرعة عشان صالح الجمعان. يلا يا بدوي يا بدوي يا بدوي، حلو حلو. الفريق الآن دفاعيا بشكل أفضل من قبل، في تقارب خطوط. أم إبراهيم والنجراني، يلا يا ميسي يا ميسي يا فنان يا ميسي يا ميسي يا رائع والله رائع، لكن ما في مساندة شوي. تصور اني نكبت ام الفريق، ما ادري. العابد يا سلام يا العابد يا سلام يا العابد، هنا يضيعون، هنا يضيعون الهجوم، يضيعون. يو 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 يو, يو. كوتينو ما هو راس حربة. بدوي اللي كان يلعب مباراة اللي قبل، مباريات اللي قبل كان أفضل كثير والله، كان هداف. أنا إيش خلاني أشيله ما أدري، قلت هذول النجوم لازم يلعبون، بس والله طلع بدوي، طلع بدوي بدوي، واحد فنان صراحة كان. إن شاء الله إن شاء الله أحاول أرجعه، نشوف. هنا ميسي وهنا خلاص كوتينو بدل بدوي. يلا شوف الآن كيف الفن، شوف الآن كيف الهداف الحقيقي. إن شاء الله ما في كوف إن شاء الله. نشوف الآن كيف الهداف الحقيقي يكون، ونخلي الفريق هجوميين أزود. الله يستر الله يستر من هذا الترجيع. صالح الجمعان يبدو لي يرهق، هذا بدوي الثاني، أسامة هوساوي هذا المحترف. ويا سلام الفريق الآن، والله كوتينو بدي يبدع، ما أدري إذا أقدر أكنسل التبديل. العابد يا سلام يا العابد يا سلام يا العابد، يا الله عليك الله عليك، كانت بتروح لميسي، كانت بتكون هجمة خرافية. يلا يا إبراهيم، محمد إبراهيم، تكفى تكفى يا إبراهيم مخيتك، وقف الهجمة، تكفى تكفى. يلا يا بدوي يلا يا بدوي. العابد التنظيم أفضل من كذا يا شباب. ميسي 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 ميسي، صلح له يا عيني عليك، يا حرام 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 والله حرام، ضيع ال حلو. انتهت المباراة على الأقل،
عدت على خير، عدت على خير. شيء جيد. مباراة حلوة، مباراة فيها متعة. طيب نشوف، هذا الفوز جاب لي 1,000,000، زادوا الجماهير 2,000، بس زادوا الضعف. هذه مباراة صرت الترتيب الثالث بالدوري، ف الله أكبر. قفل الفيديو خلاص، وللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.